العائلات تستقبل ذويها. أمام بوابة معبر حدودي مع تركيا تستقبل عشرات العوائل السورية بشكل يومي جثامين المئات من ذويها الذين قضوا في الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من المناطق التركية يوم الاثنين الماضي، فيما لا يزال مصير آخرين مفقودا حتى اليوم. مواطن سوري من ريف حماة قال وهو يقف بالقرب من ساحة المعبر الحدودي مع عدد من أقاربه يترقبون قدوم سيارات الإسعاف التي تنقل جثامين السوريين من الجانب التركي إلى الأراضي السورية لتسليمها إلى أقاربهم ودفنهم في سوريا. إنه فقد نحو 40 شخصاً من ذويه في الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا. مصادر في المعبر الحدودي قالت إن أكثر من 950 جثماناً لسوريين لاجئين في تركيا عبرت لغاية الآن إلى الأراضي السورية، مشيرة إلى أن الحصيلة ليست نهائية وهي تزداد بشكل متسارع وكبير مع مرور الوقت مع استمرار عمليات استخراج الجثث من تحت الأنقاض. يشار إلى أنه يقيم في مناطق بجنوب تركيا والتي تضررت بشكل كبير جراء الزلزال المدمر ما يقارب من 2 مليون لاجئ سوري، وسط ترجيحات أن الآلاف منهم فقدوا حياتهم وأصيبوا جراء الزلزال.